هل صحيح أن ساي سوف تضرب ابنها بعد معرفة الحقيقة؟ ما صحة خبر تحول ساي إلى شخصية شريرة ضد ابنها فينو؟ لماذا فرات منع ساي من الاحتفال بذكرى وفاة فينو؟ الخبر لا أساس له من الصحة. ساي ما زالت بطلة المسلسل وهي شخصية طيبة التي تحب الجميع. صحيح أن قصة مسلسل الهندي حبيبتي من تكون تزداد إطارا يوما بعد يوم. جهود ساي وفيرات للوصول إلى ابنهما جعلت المشجعين مستمتعين للغاية. من ناحية أخرى يتحول لون باكي إلى اللون الأحمر بسبب غضب لرؤية فيرات وساي يقتربان. تحطمت آمال ساي وهي تحتفل بذكرى وفاة ابنها. سيتبين قريبا أن ساي قررت الاحتفال بذكرى وفاة فينو بعد أن قال لها فيرات إنه مات. تطلب من فيرات الجلوس معها في البوجة ذكرى السنوية لوفاة فينو، لكن فيرات يصاب بالصدمة عند سماع ذلك. فكيف من الممكن الاحتفال بذكرى وفاة شخص وهو حي؟ ومع ذلك لم يخبر ساي الحقيقة. في مسلسل الهندي حبيبتي من تكون سيظهر أن فيرات يروي قصصا كاذبة لساي حول موضوع البحث عن فينياك. سيخبر ساي أن فينياك مات ويقول أن فينو التي حصلنا عليها لم يكن فينو ابننا. إنه ليس ضحية لحادثة حافلة ولكنه حادث سيارة تم تبنيه من قبل زوجان. ساي تبكي بمرارة عند سماعها هذه القصة. يتجاوز فيرات كل الحدود لإنقاذ عائلته فيكذب على ساي ويخبرها أن فينياك مات ويبعدها عن الحقيقة كاملة. سيظهر كذلك في العرض أن فيرات يحتضن ساي ويرى أن باكي غاضب بشدة. من ناحية أخرى يخبر بهافان كاكو ساي بالابتعاد عن عائلة شافان. انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو وكلمة شكر منكم تكفيني.